أكد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه تم البدء في عملية طباعة وإصدار جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين اعتبارا من اليوم. وأكد معالي بأنه تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لعملية إصدار جوازات السفر الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم تدريب جميع الكوادر البشرية المختصة لضمان سرعة وسلاسة عملية إصدار الجوازات الإلكترونية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أوضح معالي الوكيل بأنه يمكن للراغبين بإصدار جوازات السفر الإلكترونية لأول مرة أو تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية أو إصدار بدل فاقد أو تالف تقديم الطلب على موقع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أو من خلال الحضور الشخصي لمركز الخدمة بالمجمع الأمني بعد أخذ موعد عبر تطبيق مواعيد أو عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.